يقول مولى الموحدين سلام الله عليه. شوفوا باب مدينة العلم شنو يقول مولى الموحدين: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا. من أعطي أربعا لم يحرم أربعا. شنو يا أمير المؤمنين؟ قال: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمام زماننا. اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظ بلدنا واحفظ شبابنا. اللهم صل على محمد وآل محمد ووحد كلمتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وادفع هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد واكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنهار، بمحمد وآله الأطهار. اي والله. يقول علي: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا. من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، هذا واحد. اثنين: ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول. اللي يتوب الرب العالمين، رب العالمين هم شنو؟ يقبل توبته. كل توبة الله يقبلها، ماكو توبة الله ما يقبلها، بس التوب الله يقبل رأس. توبوا إلى الله أيها الناس، توبوا إلى الله أيها الناس، احفظوا حرمة الدماء أيها الناس، احفظوا حرمة الدم أيها الناس. أكرر متعمد، حرمة الأعراض حفظوها، حرمة الأموال أموال الناس حفظوها. ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول. بعد: ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. ما تقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، رب العالمين هم شنو؟ يغفر لك، يغفر لك، يغفر لك. طبعا هسه يا استغفار راح يجي بعدد ستة، يا استغفار راح يجي بيا عدد ستة. زين. بعد: ومن أعطي الشكر لم يحرم، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. ومن أعطي إن شكرتم، اللي يشكر رب العالمين، رب العالمين هم شنو؟ يزيده، سيزيده بماله، يزيده بصحته، يزيده بتوفيقاته. نشكر الله على كل حال، اللهم لك الحمد ولك الشكر، فزدنا يا رب من خيرك وألطافك وشآبيب رحمتك بالنبي وآله الطاهرين. شكرا لله على نعمه.